بقى عندي 4 سيرفيسات، طب انا اجيب كمان باك ليفت بحيث ان انا يبقى برضو مقوي الجبهه، لان ممكن انا عبد الشافي طبعا الدوري السعودي عبد الشافي لعيب كبير ولعيب محترم، لكن احنا ما بنشوفوش قوي في بالظبط. بعيد عن عينينا يعني، فاحنا عايزين برضو نطمن على منتخب مصر من ناحيه الطرفين يعني. السرد باكين ربما فيهم استقرار بشكل كبير على حجازي وعلي جبر، ولا عندك حاجة تانية؟ لا هو طبعا هم افضل 2 موجودين حاليا، يمكن هو رامي طبعا الاصابه بعدته، يمكن رامي لو كان موجود برضو كان هيفرق في المكان ده. موجود على ما اعتقد سعد سمير صعد برضو من الناس الكويسه، لكن هو زي ما حضرتك قلت ان هو مستقر على علي جبر وحجازي يعني. حجازي، يعني احنا بنهنيه النهارده على ادائه امام ليفربول، خلاص وست بروميتش ودع الدوري الانجليزي، وصلاح النهارده وصل لهدفه ال 31، والناس حتى يعني قلشت على موضوع حجازي لما خبط صلاح، اكيد هو مش قاصد او مش متعمد يا جماعه، انت عارف احنا هم مصريين اقرب. لازم لا التاتش بتاعنا هم اكيد اقرب، يعني هو حجازي يخاف على صلاح اكتر من اكيد اي حد اكيد. تاني. تحت الاربعه دول مركز حراسه المرمى اللي فيه الازمات الكبيره اللي حصلت الفتره الاخيره، طبعا مليون سلامه على الشناوي الشناوي طبعا اصابته بالوسط الصليبي، ولكن دلوقتي الاسماء اللي موجوده، مش انا مش عايز احطك في حرج، بس اكيد هي على سبيل الدردشه، يعني مين الثلاثه اللي اولى يكونوا موجودين في غياب الشناوي؟ والشناوي الاهلي بقى طبعا هيبقى موجود ده اكيد. عندنا عواد برضو موجود، عندنا شريف اكرامي، وطبعا اول واحد هيبقى فيهم الحضري يعني، ده احنا بنقول اللي تحت الحضري، لان الحضري كده كده متواجد ان شاء الله يعني، فبنقول الثلاثه اللي هيبقوا مع الحضري، في احنا قلنا 4 من وجهة نظري، وطبعا اللي في الملعب هو المفروض ده الطبيعي، بالظبط. بس في وجهات نظر بتختلف بقى، يقول لك ايه يعني شريف اكرامي هو اخر واحد كان واقف ماتش رسمي للمنتخب وظهر بمستوى اكثر من رائع، بالظبط. ممكن ان هم يفكروا في ان هو طبعا خبراته ان هي تأهله ان هو يبقى موجود، لكن برضو عواد بصراحة هو يعني طول الموسم ده كان ماشي كويس، لكن هو طبعا ما اعرفش هو حصل له اصابة الماتش اللي فات مع نادي الاسماعيلي لما كان بيلعبوا المقصة، فهي طبعا محيرة يعني، وربنا يكون في عون الكابتن احمد ناجي في الاختيار الحارسين اللي هيبقوا موجودين مع عصام بعد طبعا اصابه الشناوي يعني. هي قبل اصابه الشناوي كنا عارفين الحضري والشناوي والشناوي خلاص الموضوع الموضوع ثابت. ثابت، انما دلوقتي المواضيع بدات تتغير شويه يعني. طب هو اختيار اللاعبين يا كابتن بتجاربك العميقه، يعني بيخضع بقى الموضوع توازنات، ان انا لازم يبقى عندي حارس اهلي ولازم حارس زمالك ولازم، لو ولا لو لو في التوازنات دي دخلت في الاختيارات اعتقد ان انت يعني سوريا هتفشل في